ناس هنا يا صوفة فاكرة إنه الجنيه اللي بيدفعوه جمل. إحنا بقى هناخد منهم الجمل وهناخد الجنيه ومش هياخدوا مننا بعون الله غير اللي إحنا عايزين نديهولهم. ماشي اللي تشوفه. أنا بس ليه عندك طلب؟ وحياة صوفة وحياة صوفة وحياة صوفة هدي الأمور معامي شوية. أمك أنت عارف أمك دي لو تطول كده تاكلني لحم وترميني عظم مش هتقول لا. فيها يا سينا؟ الحياة كلها قفش قفش قفش. فين الحنية والرقة بتاعت سينا؟ يا بنت ده أنت بتلف البلد دي كلها وتحطيها في عبك، مش هتقدري على الولاية القرشانة دي. اضحك عليا يا أخويا بالكلمتين الحلوين بتوعك دول. يا ريت. بس بقول لك إيه؟ إيه؟ أنت وعدتني إنك أنت تجيب لي حلق وسلسلة دهب. حلق وسلسلة دهب بس؟ ده أنا كنت عبيط، ده أنا هجيب لك الساغة كلها. بس ادعي معايا بس إن المولد ده يعدي. لا ماليش دعوة، يعدي ما يعديش، أنت وعدتني. عينيا يا بنت. ماشي. عارفة يا سينا عارفة أنا نفسي في إيه؟ في إيه يا روح الروح؟ نفسي في عيل. صوفة! أما خير يا أما خير! لا مش خير، بدور عليك، سايب المقاطيع وقاعد هنا بتعمل إيه؟ مش المفروض يا ابني تشوف الفرش بتاعنا واللي لينا؟ ولا دماغك مش فيك؟ أهو سايبه لك كله كامل مكمل اشبع بيه، وأنت خليها تنفعك. هنفع هنفع يا روح أمك، هو في حد هينفع غيري؟ بقول لك إيه يا ولية أنت؟ لمي نفسك وإلا عزة وجلالة الله. امشي وارحل من هنا. يا ريت. وانت شايفانا يا اختي ماسكين في دالك ولا ايه؟ اهدي يما اهدي يما. تمشي ايه؟ ما تسمعش. استرجل يخرب بيتك. حاضر يما استرجل. حاضر. يلا لازم نكون جاهزين، الليله الكبيره بكره ولازم انت تكون جاهز وتشوف شغلك. حاضر. بت انت اسمعي، شغل لوع الحريم ده انا ما بحبوش، انت فاهمه ولا لا؟ والا وايماني ما اخلي ايامك دي تعدي على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ مين؟ حسن عبد الحكيم؟ ايوه حسن. لسه فاكرني؟ ايه اللي فاكرك يا ابني؟ بس انت رجلك ما جاتش هنا دي لك كتير. شد حيلك يا ابني، شد حيلك. ابوك ساب رجاله. شد على الله يا عم الشيخ. مالك؟ صوتك مش عاجبني. متضايق والله شويه. متضايق؟ متضايق من ايه؟ من نفسي. زين زين، الواحد لما يبقى متضايق من نفسه يبقى بيحاسب نفسه، ما فيش أحسن من إن الواحد يحاسب نفسه. حاسس إن قلبي مكفول وتايه. عشان موت أبوك. الواحد لما بيموت أبوه بيشوف الدنيا ضيقة ويشوفها كده مسدودة قدامه، لكن أنا حسب معلوماتي إنك بسم الله ما شاء الله عندك عيل ومراتك التانية حبله. الدفة في ايدك يا حسن، الدفة في ايدك يا حسن. انت مش ملك نفسك، انت ملك اولادك، واللي هتعمله هو اللي هيبقى لهم. فهمني يا حسن. ان شاء الله هعمل كل اللي اقدر عليه عشان محدش فيهم يحتاج حاجه من حد. ده مش قصدي يا حسن، انا قصدي العمل الصالح اللي هتعمله، ايدك اللي هتتمد للكبير والصغير، يعني التجاره مع الله يا حسن هي اللي هتبقى لهم.